من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدات أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل نهار. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدات أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل نهار. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدات أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. واحد بيسأل سؤال، بيقول في واحد بيقول لو إن ربنا يسوع عندما تجسد وجاء إلى الأرض واليهود آمنوا بيه، هل كان يحصل الفداء، أي صلب المسيح؟ وإذا كان لم يصلب ونحن نعرف إن أجرة الخطية هي الموت، فهل يحصل الخلاص لكل العالم؟ لأن الشخص يقول أن اليهود أصحاب فضل، لو كانوا آمنوا كيف نخلص نحن من غير اليهود أي الأمم؟ عايز قبل ما اجاوب السؤال ده اقول لصاحب السؤال، قبل كل حاجة ما تقارنش الله بالانسان. الانسان الماضي سبقه والحاضر مبهم والمستقبل في الغيب، فبتحصل له مفاجآت كتيرة. لكن الله الماضي والحاضر والمستقبل كائن أمامه. تقول لي يعني إيه؟ افتكرت دلوقتي المتنيح الأنبا غرغوريوس شرح لنا الحتة دي بطريقة بسيطة. قال نفترض إن أنا واقف هنا وفي صرصار ماشي على الأرض لغاية الحيط اللي هناك، وواقف في نص السكة. الخط اللي ماشي فيه الصرصار ينقسم لثلاث أقسام. الحتة اللي مشيها ماضي، والحتة اللي واقف فيها حاضر، والحتة اللي رايح لها مستقبل. لكن أنا واقف شايف الخط كله خط واحد، الماضي والحاضر والمستقبل. هكذا بالنسبة لله. الله لا يفاجأ، ده قبل ما يخلق الإنسان دبر الخلاص للإنسان، لأنه كان عارف إن الإنسان هيخطئ. فما يصحش تيجي تقولك طب لو كان الإنسان ما غلطش، طب لو كانوا اليهود آمنوا بيه، لو كانوا اليهود آمنوا يبقى عملوا مفاجأة ربنا ما كانش واخد باله منها. ده مش ضابط الكل، ده ما يبقاش إله، لأن الإله بيعرف نبضات القلب. مش فاكر لو أنت قريت في الإنجيل المسيح يسوع قبل ما يتصلب في آخر خطاب قالوا له التلاميذ الآن نعلم إنك عالم بكل شيء وآمنا إنك من عند الله خرجت وإلى العالم أتيت. إيه رأيكم في الكلام ده اللي قالوه التلاميذ؟ ممتاز. عارف رد عليهم وقالهم إيه؟ الآن تؤمنون؟ سوف تأتي ساعة وهي الآن تتفرقون كل فيكم كل واحد إلى خاصته وتتركوني وحدي. يعني عارف اللي هيحصل، وكائن قدامه اللي حصل، وكائن قدامه اللي جاي. بالنسبة لليهود صاحب السؤال بيقول ان ليه فضل، ليهم فضل. ايوة ليهم فضل. وبولس الرسول قال ليهم فضل مش انهم صلبوا المسيح،
ليهم فضل ان الناموس جه عندهم، وليهم فضل ان ليهم الاباء، وليهم فضل ان لهم العهود، وليهم فضل ان لهم الشراعه، وليهم فضل ان منهم المسيح حسب الجسد. فلما جه ليهم وهو يعلم انهم لن يؤمنوا به كلهم، يعلم كل العلم. طب لما صلبوه غفر لهم. المسيح يسوع لن يحاسب اليهود لانهم صلبوه، لان قال بالحرف الواحد يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لكن هيحاسبهم بعد مقام من الاموات، امنوا به ولا لا؟ وانت يا صاحب السؤال، لو مش مؤمن بيه تعتبر من ضمن الصالبين. فالمسيح عارف كل حاجة. جاي تسألني تقول لي لو كانوا اليهود آمنوا، لو كانوا اليهود آمنوا ما كانش المسيح اتصلب، كانت باظت خطة الله للخلاص. من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر به؟ مين اللي يقول ويكون وربنا ما أمرش بيه؟ عارف انهم هيرفضوه، وعارف انهم هيصلبوه، وضرب لهم امثال كتيرة. فاكر مثل الكرم والكرمين؟ قال لما ارسل لهم الابن قالوا هذا هو الوارث، هلما نقتله فيكون الكرم لنا. لا ده غير كده، صلب اليهود للمسيح جه في العهد القديم كله. اسألوا داود النبي يقول في مزمور 22 ثقبوا يدي ورجلي من هم اليهود وعلى لباسي ألقوا قرعة. ده قبل المسيح بألف سنة. لما يقول سمنوني بثلاثين من الفضة في زكريا، لما يقول في زكريا لينظروا إلي الذي طعنوه، لما يقول في العهد القديم صلب بين أسمة يعني وسط لصوص، لما يقول ان جعل قبره مع اشرار ومع غني عند موت. خلي بالك يا صاحب السؤال، خلي بالك ان الزمن في ايد ربنا، لا يقدر يفر سنة ولا ينزل سنة. من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر به؟ يعني جعلوا قبره مع اشرار، اي حد يتصلب يحفروا له حفر، وهم صلبين المسيح واللص اليمين واللص الشمال حفروا ثلاث حفر. ليه؟ علشان ينزلوا اللص اليمين في حفرة واللص الشمال في حفرة ويسوع في حفرة. ادي معنى جعل مع الاشرار قبره، عملوا له قبر زيه زي الاشرار، دفنوا اللص اليمين ودفنوا اللص الشمال، ولسه هينزلوا المسيح. كان جه يوسف الرامي قال لهم انا جبت امر من بلاطس ان اخد الجسد وادفنه في قبري ومع غني عند موته. فبلاش نسأل الأسئلة البسيطة دي. طب لو كان المسيح يسوع اليهود أمنوا بيه كان هيبقى الخلاص يتم إزاي؟ ياه ده كلام. لازم يكون عندنا فكر إن الله كل الأمور قائمة أمامه. معرفة الله غير إرادة الله. الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، لكن معرفته ده علمه السابق. عارف بالظبط زي إيه؟ مع الفارق طبعا. في مدرس يدخل الفصل، مدرس رياضة دخل الفصل إدى أول حصة، عارفين طلع من الحصة قال إيه؟ قال الولد ده يطلع من الأوائل والولد ده هيسقط. آخر السنة ده طلع من الأوائل وده سقط. هل المدرس اللي حدد؟ لا، المدرس اللي كشف. الله كشف، وكشف مين اللي هيسلمه. وعلى فكرة اللي هيسلمه يهوذا اللي قال أغمس إيدي في اللقمة وادها له، قال عنه في المزمور إنسان سلامتي الذي وثقت به أكل خبزي ورفع علي عقبه، في مزامير داود. فليه انت بتتصرف، او الاخ اللي سألك السؤال ده بيسأل السؤال ده بهذه الطريقة؟ الله ليه خطة،
والخطة لخلاصنا، وكل الأمور تعمل معا للخير لينا.